بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن الهيوميك أسيد. الهيوميك أسيد زي ما حضراتكم عارفين إن هو انتشر اليومين دول انتشار جامد جدا، وكل الشركات أعتقد إن هي عندها هيوميك أسيد. إيه هو الهيوميك أسيد وإيه ظروفه وإزاي نستخدمه وهل هو مفيد ولا مش مفيد، والقصص دي هنتكلم عليها في الفيديو ده هو، وبتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الكل يستفيد. الهيوميك زي ما بيقول العلماء ان هو اساسا جايبينه من مناطق الغابات اللي بتنزل تنمو فيها الاشجار. الاشجار ده هي توقعت الاوراق بتاعتها، والاشجار اللي ماتت ابتدت الامطار تنزل، في نزول الامطار ابتدى يتعمل تحليل او تحلل للمواد العضوية دهيا، لحد ما اصبح عندنا المصطلح الجديد اللي بيجيبوه لنا الهيوميك. كل ما يخصنا في القصة دي هو الهيوميك أسيد، تمام؟ الهيوميك يا جماعة فايدته إيه للزراعة؟ فايدته إيه للزراعة؟ أولا الهيوميك بالنسبة عندنا أنا كزراعي أنا يهمني حاجة، يهمني ثلاث حاجات من الفوائد بتاعته أو الإفكت بتاعه، التأثير بتاعه. الفوائد بتاعته إيه؟ هيأثر لي على إيه هو أساسا الهيوميك؟ هيأثر لي على الناحية الكيميائية للتربة، تمام؟ وهيأثر لي على الناحية الفيزيائية للتربة، وهيأثر لي على النظام البيولوجي الموجود في التربة، تمام؟ طيب هيأثر لي على الحالة الكيميائية للتربة في ان الهيوميك دهون هيبدأ يزبط لي حاجة بسموها البفرنج كاباستي أو السعة التنظيمية للتربة، تمام؟ اللي بيقول ان هو الهيوميك ده هو هي بالنسبة للعناصر الغذائية، انا بضيف عناصر غذائية؟ لا، انت ما بتضيفش عناصر غذائية ولا حاجة، واذا كان في عناصر غذائية فموجودة بصورة ضيقة جدا 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 وبكميات لا تحسب. ليه؟ لان حضرتك بتضيف كيلو، هو الكيلو ده فيه ايه يعني عناصر غذائية افترضنا يعني، ولكن هو التأثير بتاعه ان هو بيظبط لحضرتك البفرنج كاباستي والسي اي سي، البفرنج كاباستي او الساعة التنظيمية للتربة، وخصوصا التربة الرملية. معروف ان الساعة التنظيمية للتربة الرملية بتكون قليلة جدا، تمام؟ والساعة التنظيمية للأراضي الطينية بتكون ما شاء الله كويسة جدا، ولذلك في الخصوبة بتلاقي الأراضي الطينية أفضل من الأراضي الرملية. طيب بالنسبة للبفرنج كاباسيتي دي أو الساعة التنظيمية اللي هو الهيوميك أسيد ده هو هيبدأ يعملها لي، هي عبارة عن إيه؟ هي مقدرة الأرض باختصار شديد جدا، مقدرة الأرض على التغير في رقم البي اتش بتاعي، يعني لا هتخليه ينزل قوي ولا هتخليه يرتفع قوي، تمام؟ مش هتخلي البي اتش يرتفع قوي أو هتخليه في الحدود المثلى. طيب طالما الهيوميك ده هو هيخلي لي البي اتش بتاعي في الظروف المثلى، ايه اللي هيحصل عندي؟ اللي هيحصل عندي ان في كثير من العناصر الغذائية هييسر ويبقى في متناول النبات بدون اي اجهاد من النبات، تمام؟ ديا بالنسبة لو دخلت على اي كلام في الانترنت هتلاقي 3000 شغلانة من ناحية الكيميائية للهيوميك أسيد بيعملها، ولكن هو تأثيره هيكون على البفرنج كاباستي والساعة التبادلية الكاتيونية للتربة، في التبادل بتاع الكاتيونات بالنسبة للنبات هيكون في صالح النبات، وهيكون الساعة التنظيمية للأرض عندك هتكون ممتازة جدا 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 لما بتوضع الهيوميك أسيد إذا كان من مصدر كويس، تمام؟ طيب بالنسبة للناحية الفيزيائية، من ناحية الفيزيائية ان هو هيعمل لي تجمعات ثابتة، وبالتالي لما يعمل لي تجمعات او بحاجة بيسموها في علم الاراضي الاجريجيت ستابيليتي اللي هي التجمعات الثابتة في الارض، يعني لو اراضي عندك قلوية
تمام، والقوام بتاعها مفيش تهوية في الأرض زي الأراضي السبخ اللي احنا بنشوفها عندنا، مفيش تهوية في الأرض، فالهيوميك أسيد ده هيظبط لك النظام المائي الهوائي في التربة، بمعنى ان هو هيعمل لك تجمعات ثابتة وبالتالي هينظم التهوية في التربة عندك. طيب والأراضي الرملية؟ الأراضي الرملية برضو وضع الهيوميك أسيد بالنسبة للأراضي الرملية هيبدأ برضو ان هو يغير لي من قوام الأرض دهيت، في ان هو هيبدأ بدل ما الأرض عندي مفككة هيبدأ يخلي فيها تجمعات ثابتة هتكون في صالح التربة وفي صالح خصوبة التربة وفي صالح النبات، تمام؟ برضو اللون بتاعه زي ما انت شايف كده اسود، لما بنرويه جنب النبات بيبقى اسود. اذا ففي الشتاء هتبص تلاقي الارض عندك بتمتص الحرارة كتير، ليه؟ لان اللون اسود. طب وطالما امتصت حرارة كتير هيحصل تدفئة للجذور فهيكون في صالح النبات. دي من افضل الحاجات اللي هي موجودة في الناحية الفيزيائية للتربة. طيب بالنسبة للناحية الحيوية للتربة، تمام، هو بيساعد في تنشيط وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة أو النظام البيولوجي الموجود في التربة. وطالما النظام البيولوجي موجود في التربة بصورة كويسة إذا ففي تبادل منفعة كبير جدا ما بين الكائنات الحية الدقيقة، سواء كانت فطريات أو كانت بكتيريا، بتبقى في تبادل منفعة ما بينها وبين النبات. تبادل المنفعة ده هي بيكون في صالح النباتات. وأرض بدون نظام بيولوجي هي أرض يا جماعة خصوبتها قليلة جدا، فلازم في الأرض يكون عندي النظام البيولوجي في التربة عندي يكون ممتاز. فالهيوميك أسيد ده هيزبط لك حتة الكائنات الحية الدقيقة أو النظام البيولوجي من حيث التأثير وتبادل المنفعة ما بينه وبين النبات. ده باختصار شديد جدا، لان انت لو دخلت على انترنت تشوف بحث من الابحاث سواء عربي او اجنبي هتلاقي الدنيا بصراحة ربنا تايهة خالص يعني. فده باختصار جدا الهيوميك اسيد. السؤال الاهم والاخطر، هل الهيوميك اسيد هي يحل محل المادة العضوية؟ اللي بقول لك الكلام ده هو راجل بياع وعايز يبيعه وخلاص. عن تجربة شخصية نزل الهيوميك أسيد مزرعة موالح في وادي النطرون، تمام، وكنت يعني من أحد الناس اللي عملت التجربة، مع أني والله من الأول ما كنتش مقتنع طبعا بيها، ولكن قالوا إن هو هيحل محل المادة العضوية، وما شاء الله لحل محل المادة العضوية، بل البرتقال مات واللي اضاف لها مادة عضوية ما شاء الله عليه. فالأرض الجديدة، الأرض الحديثة اللي أول مرة تزرع، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل الهيوميك أسيد محل المادة العضوية دي، انساها من دماغك خالص. هو ممكن يكون مكمل، يعني ممكن نضيف كمية قليلة وهو يساعد معاها في تنظيم الحالة الكيميائية والفيزيائية والحيوية أو البيولوجية للتربة مع مادة عضوية، أما هو لوحده صدقني بيضحك عليك. ومعظم، مع احترامي للكل، معظم الشركات اللي هي بتشتغل في الحاجات دهيا، تمام، جايبة مهندسين لسه حديثين التخرج. طبعا احنا كنا حديثين التخرج ما بنعيبش عليهم في حاجة، ولكن هو بيقول كلام مرسل، لا شاف تجربة ولا شاف حاجة، وان هو الهيوميك أسيد بيحيي الموتى. هو مش بيحيي الموتى ولا حاجة، ولا يحيي لك الزرع ولا حاجة، هو شيء مكمل يا جماعة. اما سكت بتضيفه من ناحية ان هو تابع لي ان هو في مغذيات، فبرضو انت خاطئ في التعبير بتاعك. قلنا في 16 عنصر للنبات، منهم العناصر الكبرى والصغرى، لا يمكن باي حال لا الهيوميك ولا جبل هيوميك اساسا هيقدر يحل محل العناصر ديت. الهيوميك فيه عناصر فيه، ولكن بنسبة لا تذكر. امال شغلانته ايه؟ ان هو هيزبط لك الناحية الكيميائية والناحية الطبيعية او الفيزيائية والناحية البيولوجية للتربة بتاعتك، تمام؟ طيب هل ممكن ينفع الهيوميك لو انا زرع الارض؟ لو انت زرع الارض 3-4 مرات زي البيوت اللي حضرتك شايفها الجميلة دهيا، تمام، ممكن تحط موسم مثلا مادة عضوية، وممكن الموسم الثاني ما تحطش فيه المادة العضوية، وممكن تستخدم الهيوميك، مفيش اي مشكلة. طيب حتى لو انا حاط
حطيت انا لو انا حاطط او ضفت انا هيومك مادة عضوية ممكن اضيف هيومك ممكن تضيف الهيومك، مفيش اي مشكلة خالص في ان هو هيزيد حسن للنبات وهيخلي النبات افضل بكتير. طيب السؤال برضو، هل يمكن رش الهيومك على النبات رش خضري؟ طبعا ما ينفعش رش الهيومك خضري. ليه؟ لان اللون بتاعه اسود، فلما هيجي حضرتك على الورقه دهيت هيعمل لي فليم اسود او طبقه سودة كده، هوت الطبقه دهيت هتعمل لي مشاكل في التبادل الغازي او التنفس بتاع الورقه بتاعتي، وبالتالي هيبقى له مشاكل كتير جدا جدا جدا، فما ينفعش اضيفه على الاوراق. طيب ايهما افضل، الهيومك السائل ام البودر؟ انا في الافضل عندي انه شايف اللون اسود على الورقه ازاي، طب في الله عليك يعني يمكن مش هينفع طبعا انك تضيفه على رشا على الاوراق. طيب ايهما افضل يا جماعه، السائل ام البودر؟ الافضل ليك كفلاح او كمزارع هو الهيومك البودر. ليه البودر؟ عشان في صعوبة في الغش بتاعه. أما السائل لو عندي نص لتر حتى مش لازم يحصل طبعا غش من الشركات، أنا بقصدش الشركات، ولكن التاجر ممكن عشان يزود الربحية بتاعته هياخد النص اللتر منه هيقسمه على اتنين وهيزود هيزوده ويخليه 2 لتر او حتى يخليه لتر ونص، هو اللي كسبان لانه ما غرمش حاجه، كل اللي عمله شويه ميه من الحنفيه. فالافضل عندك انك تستخدم الهيومك اللي هو البودر، ومن وجهه نظر المتواضعه من افضل الهيومك اللي موجود اللي هو الهيومك الالماني والهيومك ال الإسباني، من أفضل الحاجات يعني اللي أنا شفتها واشتغلت بيها. تمام؟ طيب بالنسبة يا جماعة للهيومك أسيد، بالنسبة للهيومك أسيد، هل الهيومك أسيد ده هو مطلوب إن هو يتوضع قد إيه والكمية منه تكون قد إيه؟ أنا بنصح حضرتك إنك لو ضفت كل 15 يوم مفيش مشكلة، أو كل 10 أيام تضيف، لو عندك فدان أرض ممكن تضيف كيلو أو كيلو ونص، لو عندك بيت ممكن تضيف في حدود 250 أو 100 من 150 ل 300، هو ما هيضرش الزيادة بتاعته، ولكن التكلفة بتاعته ممكن تكون عالية معاك، وطبعا التكلفة بتهمنا جدا في البيوت المحمية. نحطه قد ايه في البيت المحمي اللي هو الصغير اللي هو 1200 نبات، ممكن نحط فيهم من 250 يعني ربع كيلو ل 300 جرام للبيت ده. هو لو وصلت النص كيلو ما فيش اي مشكلة خالص، ولكن انا بتكلم على التكلفة. نحطه مع حاجة؟ لا، اليوم اللي تحط فيه الهيومك ما تحطهوش مع اي حاجة تانية. طيب لو انا احط الهيومك اعمل فيه ايه؟ هتنقعه في المية في حدود لو ساعتين او 3 ساعات الدنيا هتبقى معاك كويسة. طب بعد كده اعمل فيه ايه؟ بس خد بالك في خلال ال3 ساعات لابد تقلب الهيومك كل شوية، تروح على الاناء اللي انت حاطط فيه الهيومك وتقلبه. ليه بتقلبه؟ لان الهيومك لما انت بتحطه على المية بتلاقيه طفى او بيطفو على السطح بتاع القدر اللي انت حاطه فيه او الاناء اللي انت حاطه فيه، وبالتالي تيجي تضيفه للتانك بتاع التخزين اللي بتاع التسميد فهتلاقيه لسه عامل قرص فوق كده، لسه ما دابش فيه المية. وبالتالي انا بنصح بانك في خلال ال3-4 ساعات اللي انت هتكمره فيهم ده هو او تنقعه في مية، هتقلبه 3-4 مرات في خلال القصة دهيت، بحيث ان هو يدوب كله في المية. بتمنى من الله سبحانه وتعالى بانكم تكونوا استفدتوا الى حد ما من الفيديو دهوت عن الهيومك أسيد. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.